السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم جيجي من قناة جيجي فريد. تعالوا معايا نروح نشتري حاجات للمصيف، تجهيزات بقى كده وروتيني قبل المصيف، ازاي بعمل الشنطة وبلم ايه وباخد ايه وبشتري ايه. تعالوا معايا. اول حاجة نزلت طبعا كنت محتاجة بقى شوية حاجات، هي حاجات كده بسيطة بس ضرورية جدا في المصيف بالنسبة لي، منها البنيهات بتاعت الشعر، لان طبعا مش هقدر البس سكارف على البحر، ببقى مش طايقه والحر وكده، فمش هقدر البسها، خصوصا ان انا على طول لابسه سكارف سودا فكانت هتحررني جدا. فجبت البنيهات دي، جبت منها اسود وموف واحمر، جبت منها الوان كتير، هي بنيهات ووتر بروف كده، كنت ببلها والبسها والبس عليها شابوه او كاسكيت، كانت بتبقى حلوه جدا وبترطب شعري كده وبحس ان الجو حلو ومبتحرش خالص، وكانت سهله جدا عليا ان انا بحطها كده وخلاص. وجبت كمان الشنطة دي شكلها صغير بس بتاخد حاجات كتير جدا وكانت عملية جدا. طبعا انا هقعد 3 4 ايام فمش مستاهلة اخد شنط كتير، لان انا اصلا توضيب الشنط والكلام ده كله بيتعبني جدا وببقى حامله همه بصراحه. جبت كمان المايو ده، بصوا المايو ده شكله جميل وخامته حلوه قوي، هو كده زي فستان من فوق وبكم وعليه البنطلون بتاعه، كان لونه كحلي والوانه مبهجه جدا. هو بتلبسيه بيبقى على قد الجسم كده ستريتش، بس عليه ليه جوب كده، فالجوب بتبقى يعني ايه مغطياكي من تحت، يعني بيبقى حلو جدا وطبعا ما بيشيلش ميه خالص، خامته جميله جدا. كان سعره 370 جنيه، كان عليه خصم فعجبني جدا. ومعاه كمان بندانه، بس انا ما كنتش بلبس البندانه دي، كنت بلبس البونيه زي ما اوريكم اللي انا جايباه الصغير ده اللي هو ووتر بروف، وكنت بلبس عليه كده شابوه او كاسكيت كده. والبنات بقى جابوا مايوهات، وطبعا ميدو كمان، ميدو جاب مايو اللي هو شورت ووتر بروف، والبنات جابوا مايوهات جميله جدا بكم زي بدل الغطس كده وخامتها حلو قوي. برضو جبت كمان المارشميلو ده بحبه قوي، محشي عسل المارشميلو ده بحبه جدا، فجبت كيسين. وطبعا اهم حاجة رحت بقى عشان اجيب حاجات للتلاجة، اخد سندوتشات اولا للصبح، بعمل حسابي في الطريق لازم يكون معايا سندوتشات عشان اللي يجوع، وكمان خدت حاجات احطها في التلاجة في الشاليه اللي احنا حاجزينه. اخد بقى لانشون، جبنة جودة وجبنة رومي وحاجات كده عشان احطها في التلاجة عندي، اللي عايز اللي يجوع ياكل اللي في الفطار يعني، لان الغدا بناكل بره. جبت مزيل العرق ده، وجبت بسكوت بالعجوة كان نفسي فيه قوي فجبته، او جبت كمان فول يعني معلبات. دي بقى المايوهات اللي احنا جبناها اهو، بطبقها واحطها كده في ال، بصوا الشنطة هي اللي هتاخد كل حاجة وما عملتليش اي ازمة. جبت كمان جبت عيش فينو عشان اعمل لهم سندوتشات في الطريق، لان عادة الصبح واحنا مسافرين بيبقوا مش عايزين يفطروا، فباخد لهم معايا بيحبوا ياكلوا في الطريق كده سندوتشات. هنا كنت دخلت بقى الهايبر ده اشتريت كل حاجة انا عايزاها على طول. هنا بقى تاني يوم الصبح، يوم السفر، صحيت الصبح صليت الفجر، وبعد الفجر على طول بدأت اجهز كل حاجة. واول حاجة قلت اجهز الشنطة بتاعتي بتاعت المكياج، فيها كريمات، فيها كريم العناية الليلية، وفيها كريم كاروميكس للتفتيح، فيها كمان كريم للعين وسيرم للعين ومزيل مكياج والقطن بتاع ازالة المكياج. طبعا في مصيف ما بتحطيش مكياج، فبس انا كنت واخده معايا احتياطي، واخده كمان سيرم للبشرة. في المصيف بتحطي روج او جلوس وبتكتفي بيه مع شوية بلاشر كده وخلاص. اهم حاجة في المصيف طبعا بيكون السان سكرين او السان بلوك بتاعك، هو ده اهم حاجة بتحطيه على وشك، وممكن تحطي بقى عليه شوية بلاشر كده مع شوية جلوس وخلاص، ده مكياجي في المصيف يعني. لكن المكياج اللي انا واخداه ده كده حاجه زياده معايا وما استخدمتوش اصلا. طبعا كريمات الترطيب باخد كريمات كتير معايا للترطيب، وباخد كمان حاجات بقى لشعري، بقيت ابصوا انقي الحاجات اللي فاضل فيها ربعها، اللي فاضل فيها اقل من ربعها، عشان ايه تكفيني 3 4 ايام بس، واسيبها هناك بقى ما افضلش رايح جاي شايلاها. فبقيت انقي الحاجات اللي خلاص قربت تخلص يعني كده عشان اخلصها وخلاص. وطبعا خدت السماعه اللي انا بتاعه الموبايل، بصوا الكاسكيت دي جميله قوي وبتلمع كده، شكلها شيك جدا وبتبقى حلوه قوي كده، كنت بلبسها وبلبس معاها نظاره شمس وبحط شويه جلوس وبلاشر وكده، كان بيبقى اللوك بتاعي كده يعني خلاص عاجبني. هي دي البنيهات دي جميله جدا، سعرها بحاجه و30 جنيه، مريحه وعمليه جدا، بالذات بقى لما بلها والبسها كده على شعري كانت بتديني احساس كده حلو قوي. طبعا القطره بتاعت عيني دي ما فيش غنى عنها، لازم بستخدمها
عشان جفاف العين. دي بقى حاجة سيمبا وتجهيزات سيمبا، القط بتاعي طبعا عشان انا هسيبه 3 ايام، فحطيت له 3 اطباق مية، وحطيت له الليتر بوكس اللي هي الرملة، حملت له فيها رملة يعني ربعها كده، حطيت له 2 لتر بوكس، وطبعا بحبسه في الأوضة عشان ما يبقاش في الشقة كلها، امان لي مش عشان حاجة بس عشان امان لي. وحطيت له 2 طبقين دراي فود، دول يكفوه ل3 ايام واكتر. انا لما جيت لقيت هو لسه عنده دراي فود، جهزت له حاجته عشان ابقى مطمنة عليه، ما بقاش قلقانة من ناحيته. دي بقى حاجة الولاد. قمت الصبح قبل ما افطر، طبعا هنا كانوا لسه نايمين، عملت بقى السندوتشات، عملت لانشون بالجبنة الرومي، وخدت معايا كمان عيش احتياطي كده يعني عشان لو عوزت هناك اول ما اروح ما لقيش عيش ولا حاجة، فقلت اخد معايا عيش كايزر. جهزت السندوتشات وخدت كمان اطباق ستينلس عشان ما تتكسرش مني، قلت عشان لو عايزه هناك اطباق. طبعا الشاليه اللي احنا حاجزينه في اطباق وفي كوبايات، بس انا ما بحبش استخدم حاجه حد، فقلت اخد حاجتي معايا، حتى كوبايات الشاي خدتها وفنجان القهوه بتاعي خدته والكنكه والحاجات البسيطه دي، بحب اخد حاجتي. وخدت كمان كوبايات ورق طبعا كتير عشان لو الولاد عايزين يشربوا حاجه يبقى عندهم كوباياتهم. قعدت انا بقى عملت سندوتش اللانشون ده بالجبنه الرومي وسيحته في الميكروويف، الجبنه الرومي بص سايحه ازاي، وقلت عشان افطر يعني. وعملت كوبايه شاي طلعت تقيله شويه، بس قلت مش مشكله، انا بحب الشاي تقيل عموما وبحبه سكره عالي، فباخدش سكر طبيعي، باخد سكر سويتال طبعا علشان انا ما بحبش اخد سكر يعني. السويتال ده بقى طعمه حلو في الشاي، انا خدت عليه بقى لي سنين بستخدمه. قعدت بقى افطر وهما لسه نايمين، طبعا كنت بحاول ما اعملش اي ازعاج عشان يفضلوا نايمين، وافضل انا ارص كل حاجه براحتي يعني من غير اي ازعاج، الاولاد ما يعملوا ليش دوشه. وجبت كام زيتونه كده وقعدت فطرت. اللي كان صاحي معايا بقى هنا سيمبا، القط بتاعي كان صاحي معايا، وزي ما يكون قلبه حاسس ان احنا مسافرين وسايبينه، فكان قاعد بقى معايا وانا بفطر كده. الزيتون الكلماطه ده انا بحبه جدا، خدت برضو معايا، كنت جايبه هنا فقلت هيقعد بقى يعمل ايه، اخده معايا في كيس، خدت معايا كيس زيتون كلماطه، لان انا بفصل التلاجة كمان قبل ما امشي بخاف انا، فكنت فاصله التلاجة فعشان كده كنت مفضيه كل حاجه. بصوا سيمبا اهو صاحي وقاعد معايا، قلبه حاسس ان انا هسيبه 3 ايام. بعد كده بقى عملت فنجان القهوه وقلت احط مانيكير، ضوافري اتحسنت جدا، بصوا كانت ضوافري بتقشر عشان على طول ايدي في الميه بتتكسر وكده، بغسل صحون شغل البيت فكانت بتتكسر. الفيتامين اللي كنت كلمتكم عنه اللي هو اسمه بيرفكتل حسن لي حاله ضوافري جدا. ده بصوا دي يعني 3 علبة تقريبا، او 3 علبة، حلو قوي حسن حاله ضوافري، ما بقتش تقشر وحسن حاله بشرتي، وحلو قوي يعني. لو عندك مشكله في ضوافرك وفي بشرتك وكده انصحك هاتي بيرفكتل، ده حلو جدا وبيحسن كمان الشعر. شربت القهوه وخدت طبعا قبل ما اشرب القهوه خدت بعد ما فطرت على طول، خدت قرص الفيتامين بتاعي ده اللي هو بيرفكتل، وبعد كده شربت القهوه عشان اصحصح، لان انا لو ما شربتش القهوه بفضل حاسه ان انا نايمه لسه. طبعا كنت روقت البيت ونظفته ومسحته، بحب لما اجي مسافره اخلي الشقه زي الفل وما يبقاش فيه حتى معلقه في الحوض، غسلت كل حاجه ونظفتها. دي بقى الحاجات اللي انا هاخدها معايا، طبعا هاخد ليفه، دي ليفه عشان الشاور، ودي بقى الشامبو، هاخد الشامبو ده برضو، الشامبو ده نص الازاز عشان برضو لما يخلص اسيبه هناك، والشاور جل برضو نص الازازه، والبلسم نص الازازه، كل دي انصاص، مع ان انا عندي الجديد بس ما رضيتش اخد الجديد، قلت اخد الانصاص ده عشان اسيب كل الازاز دي هناك. دي بقى حاجات، ده جردل وحاجات كده عشان اللعب في الرمله، طبعا ده حاجات مي، مي عندي فنانه بتحب تعمل اشكال، فبتحب هي بقى القوالب بتاعه الرمله السمكه والكلام ده والجردل، فدي حاجات مي. وخدت بقى مقص الحاجات الصغيرة دي اللي بنحتاجها هناك. بس كده دي كانت التجهيزات، وانتظروا بقى الفيديو التاني ان شاء الله، فلوج بقى السفر واحنا هناك وكل حاجة هصورها لكم ان شاء الله. خليكم معايا، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش الشير واللايك والفولو على الانستجرام، وميرسي ليكم، باي باي.